صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أوصيكم أحبابي ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه كما في صحيح البخاري من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل ويفيض المال فيكم. بداية أيها الأحبة، وما زلنا في أصداء وأحداث هذه الحادثة وهذه الكارثة العظيمة، نعزي أهلنا جميعا في سوريا وفي تركيا وإخواننا من العرب ومن الأتراك وكل المصابين بهذا المصاب الجلل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يقوي المشردين وأن يربط على قلوبهم الفاقدين. بداية أيها الأحبة، مما نعرفه نحن من ديننا ونحن على بصيرة فيه وعلى يقين كمسلمين أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن الله تعالى هو الذي يحرك هذا الكون، وهو الذي يقدره، وهو الذي يقضي فيه بكل شيء. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى الورقة التي تسقط من الشجر، وحتى الحبة التي تنبت في أعماق الأرض، كل شيء في هذا الكون وفي هذا الوجود يتحرك بأمر الله تبارك وتعالى وبحكمته. كون هذه الزلازل والكوارث والسيول والبراكين وغيرها من الأمور الطبيعية، كونها تحدث في كل بلاد الدنيا وتصيب البر والفاجر والكبير والصغير والرجل والمرأة والتقي والشقي، هذا لا يتعارض أبدا مع كونها تحدث بأمر الله عز وجل وتحدث لحكم جليلة. هذه يجب أن لا تنهينا يعني التحليلات العلمية والجيولوجية، وهذا على خط زلازل وهذا على أرض براكين، ينبغي أن لا تنهينا هذه الأشياء عن الاعتبار والاتعاظ بهذه الآيات العظيمة، لأنه لا يوجد تناقض بينها. البعض يريد أن يقول أن أنتم كل شيء تريدون أن تربطوه بالدين، وهذا أمور لا علاقة لها بالدين. لا، هذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام لا يقوله مسلم قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل له جنود كثيرة، من ضمنها الزلازل، من ضمنها الريح، البحار، الأنهار وغيرها أيضا من مخلوقات الله عز وجل.
الله سبحانه وتعالى عذب قوم نوح بالطوفان، الله سبحانه وتعالى عذب قوم عاد بالريح، الله عز وجل عذب قوم لوط بما يشبه الزلزال، جعل عاليها سافلها، عذب قوم فرعون بالإغراق في البحر وبالضفادع وبالدم وبالجراد وغيرها. هذه كلها بالأساس ظواهر طبيعية وأشياء موجودة من صلب الحياة، يعني هي لا تنزل صواعق من السماء، هي موجودة من ضمن طبيعة الأرض، ولكن الله تعالى يصيب بها من يشاء من عباده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أولا أيها الكرام، الله عز وجل يريد من خلال هذه الأمور وهذه الظواهر أن ينبهنا إلى عظمة قدرته سبحانه وتعالى، نظرا لأن كثيرا من الناس قد نسوا ربهم عز وجل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لكن هذا لا يعني أن الناس الذين ماتوا بالزلزال هؤلاء قد نسوا الله عز وجل، لا، هذا البلاء عندما ينزل وهذه الكوارث تصيب الجميع، تصيب الجميع، والعقابات إن كانت هذه عقابات، وأنا لا أرى أنها عقابات، ولكن هذه من نوع الابتلاء الذي يصيب المؤمن وغير المؤمن، ولكن عامة تنزل على الجميع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قال: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني في ناس ساقوهم سوقا إلى الجندية لا يملكون القرار، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يا عائشة، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فأمثال هذه الكوارث تصيب الجميع، الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والأثقياء والأشقياء، وكل إنسان يبعث يوم القيامة على نيته. فأحيانا بعض الناس يكون هذا رفعة لشأنهم إذا كانوا من المؤمنين الأتقياء الصالحين، كما في الحديث الذي طواه أهل العلم وسنده جيد، رواه ابن أبي شيبة وصححه الحاكم وافقه الذهبي: إن أمتي هذه أمة مرحومة، إن أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ثانيا، من حكم الله عز وجل في الزلازل أن الله تعالى ينبهنا إلى زلزال يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآن في الدنيا نحن رأينا بعض يعني المتوفين بالزلازل رحمهم الله تعالى وتقبلهم في الشهداء يحضنون أطفالهم، أمهات لم يتخلين عن أطفالهن في هذه اللحظات، ماتت الأم وبقيت الرضيعة، مات الأب وبقي الطفل يحميه. هذه يعني هذه ليست موجودة حتى يوم القيامة. يوم القيامة لهول الموقف الأم المرضعة تذهل عن طفلها عن رضيعها. ونحن نعلم في حياتنا الدنيا أن الأم في حالة الإرضاع ليس في فترة الرضاعة، في فترة الرضاعة تكون الأم حنونة جدا، ولكن عند إجراء عملية الإرضاع عندما تأخذ الرضيع وتضعه في حجرها وتلقمه ثديها تكون أشد ما تكون عاطفة، أعظم ما تكون حنانا. يمكن لو شعرت الأم بأن خطرا يتهدد هذا الرضيع أن تتحول إلى لبؤة شرسة، ومع ذلك هذه الأم تذهل عن هذا الرضيع، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يعني زلزلة في 20 ثانية بسبع درجات على ميزان ريختر فعلت كل هذا الدمار وكل هذه الأنقاض وهؤلاء الشهداء والإصابات والخسائر والخوف والهلع. فما بالكم لا سمح الله إذا كانت هذه الزلزلة بمقدار 10 درجات، وما بالكم لو استمرت 20 دقيقة أو 20 ساعة
لا سمح الله ربما تدمر هذا الكوكب. ولكن كما ذكرت أيها الأحبة، ليس كل من يصيبه هذا النوع من البلاء فهو عقوبة له. فالبلاء يصاب به البر والفاجر على اختلاف وتباين بين العباد. فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في الحديث القوي: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ونحن نعلم على مر التاريخ أن خيار الناس ماتوا في كوارث، يعني طاعون عنواس مات فيه آلاف من الصحابة، مات فيه أبو عبيدة بن الجراح وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومات فيه معاذ بن جبل، ومات كثير من الصحابة. فلا ينبغي نحن أن نوزع أقدار الله سبحانه وتعالى على حسب المصابين. يعني إذا كان الناس المصابين هدول من ربعنا ومن جماعتنا، منقول الله عز وجل اصطفاهم ورفع قدرهم وهذا تكفير سيئات ورفع درجات وزيادة حسنات. وإذا كان هدول الجماعة في بيننا وبيناتهم مناكفات، أو كانوا من مناطق أخرى غير مناطق، أو من عرق معين أو من لون معين، نقول شفتوا الله عز وجل شو عمل فيهم. هذه قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا سوء أدب، هذا تألي على الله عز وجل بأن نحن نوظف أقدار الله سبحانه وتعالى على حسب أمزجتنا. نحن نقول نحسن الظن بالله عز وجل ونقول إن شاء الله تعالى ما أصابهم هو تكفير لسيئاتهم ورفع لدرجاتهم، ومن قضى في هذا الزلزال أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه شهيد إن شاء الله. الآن أيها الأحبة، ما هو واجبنا؟ الآن عبادة الوقت هي العمل، هي البذل، هي المواساة، هي التعاطف. يعني من كان غنيا فلينفق من ماله، ومن كان عالما فلينفق من علمه، ومن كان ذا جاه فلينفق من جاهه، من كان يعني صاحب كلمة أو يستطيع أن يفعل شيئا ليعن بعضنا بعضا، والله عز وجل للساعين خير معين. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الأشعريين وهم قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد. فأنا منهم وهم مني، أنا منهم وهم مني. يعني دول الأشعريين كانوا إذا كانوا في الغزو، فواحد عنده كيلو تمر، واحد عنده قطعة خبز، واحد ما عنده شيء، يجمعون جميعا ما معهم ثم يضعونه في بساط ثم يتقاسمونه بالسوية. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا منهم وهم مني. ربما قد يكون هذا الأمر الآن يعني صعب أو مستحيل أن تطالب الناس بمثل هذا، أنه يتخلى عن ثروته ويجمعها وبعدين يوزعها ويقسمها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، بمعنى أنك تفعل ما تستطيع، تنفق من مالك، تجمع من أقاربك، تذكر من حولك، تنبه، تنشر، هنا في عائلة محتاجة، هنا في عندنا بطانيات لمن يحتاج، هنا عندنا أدوية، هنا عندنا بيت فاضي، هنا، يعني بمعنى أن نحن نتكاتف جميعا لتخفيف عذابات هؤلاء الناس. وأنتم تعلمون أن هذا الزلزال قد تسبب بدمار هائل، هناك من فقد أحبته رحمه الله تعالى، هؤلاء لا نستطيع أن نفعل لهم شيئا إلا الدعاء وتصبير الأهل وتعزيتهم ومواساتهم. لكن هناك من فقد بيته، من فقد ماله، من فقد وظيفته، وكثير من هؤلاء متعففون لا يسألون الناس ولا ينتبه لهم. فعلينا نحن أن نبحث عن هؤلاء، نفتش، نسأل، ننظر في الهاتف، يعني مين عندنا في أنطاكيا، مين عندنا في عنتاب، مين عندنا في إدلب، من في أقاربنا في جنديرس، في هذه المناطق المصابة، نحاول نتواصل معهم، نسألهم. قد ممكن ما يكون معك فلوس تعطيه، لكن هذا الإنسان أحيانا ما يحتاج إلى فلوس. يعني ما كل الناس في هذا الزلزال افتقروا، في ناس أغنياء
ما اهتموا، خرجوا سكنوا في مناطق أخرى، ولكن يعني فقدوا حياة أقاربهم، فقدوا أصدقائهم. هذا بحاجة إلى مواساة، بحاجة إلى كلمة، بحاجة إلى جبران خاطر، بحاجة إلى تعزية. يعني نلاقيها حلوة لما أنت تتصل فيه وتسأل عنه وتقول له أنا جاهز، وإذا لزمك شيء وهي رقمي عندك، وإذا جيت على اسطنبول أنا بيتي مثلا ممكن استضيفك وأهلا وسهلا فيك، وإيش ممكن أنا ساوي. فهذا أمر طيب يا أخوان، هذا من المواساة والتعزية بين المؤمنين. فإذا هذا يوم يثبت فيه المؤمن صدق إيمانه وولائه لربه ودينه وأحبته وأقاربه ووطنه. ومهما كان ما تقدمه قليلا فإن العدم أقل منه. يقول عبد الملك بن مروان: يا بني أمية، والله ما يسرني أني هجيت بهذا البيت من الشعر وأن لي ما طلعت عليه الشمس، تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرثا يبتن خمائصا يراقبن من جوع خلال مخافة نجوم السماء الطالعات الشواخصا. وخير منه ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم به. أخيرا أقول لذوي الضحايا: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وجبر مصابكم، واعلموا أن ما أصابكم سيكون بإذن الله تعالى سببا لرفعة أقداركم عند الله تعالى، وسببا لتكفير سيئاتكم وزيادة في حسناتكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل ضحاياكم بما قاله عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. أقول هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرهاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. في يوم من الأيام كان الصحابة في سفر أو في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يروي سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: فجاء رجل فجعل يتلفت يمنة ويسرى، يعني ينظر يبحث عن مساعدة. فعليه الصلاة والسلام مباشرة قال: أيها الناس، من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يا أخوان، الراحمون يرحمهم الرحمن، وكل واحد فينا كان ممكن أن يكون في مكان هؤلاء. كلنا معرضون، واسطنبول أساسا يعني حدث فيها مرات عديدة زلازل. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين، ولكن كل إنسان معرض لهذا البلاء، فالراحمون يرحمهم الرحمن. يعني أنا ما أستطيع أن أقول لك ماذا تفعل أو بالضبط يعني شو أنت ممكن تساوي، لكن الرحمة كل إنسان ممكن يفهمها هو بطبيعته بفطرته بنخوته بكرمه بتربايته بدينه بإيمانه بالله عز وجل. أحيانا ممكن تكون الرحمة دفع مال، أحيانا ممكن تكون إيواء لإنسان، ممكن تكون مساعدة مادية، أحيانا تكون معنوية، ممكن أنك توقف جنب إنسان وتعزيه بكلمة أو تساعده أو أي شيء تعرف حدا ممكن يساعده وتوصله فيه. فهذا كله من البر ومن الرحمة التي أوصانا بها الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الجرحى إلى العافية، وأن يمسح عليهم بيمينه الشافية،
وأسأل الله عز وجل أن يجبر مصاب هؤلاء المنكوبين وأن يرحم الشهداء وأن يصبر الفاقدين. وأسأل الله عز وجل أن يجمع كل مفقود بفقيده إن شاء الله، كل فاقد بفقيده إن شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم داوي جرحانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم فك أسرانا، اللهم احمل كلنا، اللهم أغني فقيرنا، اللهم أطعم جائعنا، اللهم اكس عارينا، اللهم اسقي ظامئنا، فرج عنا وعن جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آوي هؤلاء المشردين، اللهم دفئهم من برد، اللهم آويهم في بيوت، اللهم ارزقهم من واسع رزقك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا البلاء عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا البلاء عن المشردين، اللهم آويهم في مساكن تليق بهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كل مفقود بفاقده، اللهم اجمع كل عزيز بفقوده، اللهم اجمعهم يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا يا أرحم الراحمين. ووحد قلوبنا على التقوى، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.